مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى على شاشة العربية في مقابلة من العاصمة المغربية الرباط. نستضيف لكم في هذه المرة الأستاذ محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب. سي صبار، شكرا على قبول دعوة قناة العربية ومرحبا بكم معنا. شكرا لك. في البداية مشاهدينا الكرام أفكار قصيرة نقرب منكم. مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب هي مؤسسة وطنية تعنى بالنهوض وبالتسويق لحقوق الإنسان كثقافة، وهي مؤسسة مستقلة عن السلطة التنفيذية الحكومية في المغرب، مطالبة الآن بحكم الدستور الجديد الذي منحها صفة المؤسسة الدستورية بتقديم تقرير سنوي أمام البرلمان، وكذلك لها صلاحية التدخل من أجل القيام بعملية الوساطة الاستباقية في كل ما يتعلق بأي خرق حقوق الإنسان أو النزاعات في المغرب ما بين جهات مختلفة. سي محمد صبار، صدرت مجموعة من عمليات العفو وقعها العهد المغربي محمد السادس عن سجناء ينتمون إلى ما يسمون في المغرب بالتيار السلفي الجهادي. ما هي إشاراتكم من خلال هذا العفو المتتالي عن هذا التيار؟ سبق للسيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام أن تقدم بملتمس يرمي إلى العفو عن عدد من المعتقلين لأسباب سياسية أو بباعث سياسي، وشملت هذه اللائحة عدد من المعتقلي ما يسمى عندنا بسلفية الجهادية، وهي إشارة طبعا من أجل معالجة اختلالات صحبت بعض المحاكمات التي تعرض لها هؤلاء، وهي إشارة إيجابية بالتعني بالدرجة الأولى أنه لابد من إعادة النظر في بعض الملفات التي قد لم يستفيد المتهمون خلالها من إجراءات المحاكمة العادلة، أو بعض الذين اعتقلوا ربما بسبب ممارسة شعائرهم وعقيدتهم الدينية. وكما هو معلوم على أن المغرب طبعا لم يكن بمنأى عن الإرهاب، وتعرض طبعا تعرضت المدن المغربية لعمليات إرهابية، وتم اعتقال العديد ممن يشتبه أنهم ينتمون إلى تنظيمات إرهابية أو تنظيمات أصولية متطرفة، وحكم العديد منهم طبعا بأحكام أحيانا قاسية، ولابد أن نتعامل بنوع من التروي والحكمة في هذا الملف المعقد والشائك، وطبعا المعنيون به هم بعض المئات. طيب الأستاذ صبار، هل معنى هذا أن هنالك اليوم كما ذكرت بعض وسائل الإعلام المغربية والدولية توجها صوب مقاربة تصالحية مع هذه الفئة من المجتمع، ومن ثم إلى طي هذا الملف وتجاوزه في تاريخ المغرب الحديث؟ وفي كل التجارب العالمية هناك مرحلة واحدة وصفحة واحدة لما يعرف بالعدالة الانتقالية. ليس هناك أي بلد جرب آلية العدالة الانتقالية مرتين لسبب بسيط، هو أنه حينما تكون هناك طبعا إعمال آليات العدالة الانتقالية من خلال هيئات الحقيقة، فالهدف طبعا هو أولا الكشف عن الحقائق وجبر الأضرار وإنعاش الذاكرة، ولكن المهم في كل هذه التجارب هو القطع مع الماضي، بمعنى قطع مع ماضي انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وبالتالي أعتقد جازما على أن كل طبعا احتجاجات السلفيين الجهاديين من محاكمتهم، وحينما أتحدث عن المحاكمة أتحدث عن فترة ما قبل المحاكمة وفترة المحاكمة وفترة ما بعد المحاكمة أثناء التنفيذ العقابي، أنه طبعا لا ترقى إلى مستوى ما عرفه المغرب خلال ما سمي لدينا بسنوات الرصاص. سيد الأمين العام، هنالك بلاغات صحفية تنشرها تنسيقيات المعتقلين السلفيين تتهمكم بأنكم تراجعتم عن اتفاق مدرج معهم العام الماضي ولم تقوموا بالعفو وبإخراج باقي السجناء. كيف تردون على هذه الاتهامات أنتم داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب؟ أنا أستغرب حينما يتحدث البعض عن اتفاقية 25 مارس. الاتفاق يكون مكتوبا، وأتحدى أي كان أن يظهر هذا الاتفاق المكتوب. كان طبعا هناك تمرد بسجن سلا من طرف معتقلي السلفية الجهادية،
وطبعا كان هناك حوار مع هؤلاء بحضور وزير العدل وبعض أطر ووزارة العدل والمندوب السامي للسجون وعبد ربه شخصيا، حاولنا الاستماع إلى مطالب هؤلاء فيما يتعلق بتحسين الشروط السجنية. طبعا كانت هناك وعود وفعلا تم تحسين أوضاع السجناء بأغلب المؤسسات السجنية إن لم أقل كلها. فيما يتعلق بالإفراج، العفو هو قرار سياسي في نهاية المطاف، وهو لا يهم السجناء طبعا، يهم طبعا من هم خارج السجن، بمعنى نشطاء حقوق الإنسان، تنسيقيات العائلات، المنتخبون، الحكومة. وبالتالي فالعفو عن هؤلاء أولا لا يمكن أن يكون دفعة واحدة، وطبعا ليس كل من هو في السجن هو بريء، وبالتالي هذا يتطلب تمحيص لكل الملفات وتدقيق هذه الملفات، وهذا الأمر طبعا يتطلب مدى زمني معقول من أجل الاطلاع على كل التفاصيل. سيد الأمين العام، سجناء التيار السلفي في المغرب يشتكون مما يعتبرونه تعرضهم للتعذيب وتعرضهم لممارسات تنتمي إلى ما يسمى في المغرب سنوات الرصاص والجمر والانتهاكات الجسيمة. هل قمتم بتحقيقات؟ هل تعرفون حقيقة الظروف السجنية التي يعيش فيها ما تبقى من سجناء هذا التيار؟ 25% من المجهود الذي بذله المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ تأسيسه إلى حد الآن انكب بصفة أساسية على الشروط السجنية، وطبعا تمت زيارة عدد من المؤسسات السجنية، وهناك طبعا إشكالات تتعلق بالاكتظاظ بالدرجة الأولى، لكن طبعا كانت هناك استجابة لعدد من المطالب وفق طبعا ما تمنحه مدونة السجون التي استدمجت عددا من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. هناك ادعاءات، طبعا ادعاءات، هناك جهات تولى التحقيق في هذا الموضوع، من بينها طبعا الوكيل العام بمدينة مكناس في حال تتعلق بثلاث معتقلين ادعوا على انهم تعرضوا للاغتصاب، واجريت خبره طبيه على اثنين منهم، احدهم رفض اجراء الخبره، وتبين على من خلال ثلاث خبراء على انهم لم يكونوا ضحيه اغتصاب على الاطلاق. هذا الموضوع الان ظهر اذ الواجهه مع ما سمي في المغرب بالربيع المغربي الناعم، وهذه القاعه التي نتواجد فيها اعلنتم قبل سنه من الان عن اول المفرج عنهم. ألا يمكننا أن نتحدث عن مدخل كما قال بعض المراقبين من هذا الملف يمكن أن يعطي للمغرب تجربة أخرى متميزة في العالم العربي من خلال المصالحة مع تيار يمكن أن يتحول إلى حزب سياسي، وبدأت بوادر حزب سياسي سلفي في المغرب تظهر؟ المصالحة تقتضي طبعا تلاقي الإرادات، لابد أن يتم التعبير بشكل واضح عن إرادة بعض المعتقلين الذين تبين من خلال تصريحاتهم، من خلال أعمالهم، من خلال أنشطتهم أنهم يشكلون نشازا في المجتمع المغربي، وبالتالي لا بد أن يتم التعبير الواضح عن إرادة هؤلاء. وطبعا البلد دشنا عدد من الأوراق الإصلاحية والخطوات الإصلاحية، واعتبر المغرب طبعا أنه يشكل استثناء في المنطقة، ليس اليوم ولكن منذ مطلع التسعينات. فطبعا هناك جهد كبير على مستوى تحسين الأداء الحقوقي في بلادنا رسميا وشعبيا، وأثمر هذا كله نتائج مهمة جدا من خلال مراجعة عدد من التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، من خلال الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية وآخرها اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، من خلال طبعا تقديم المغرب للاستعراض الدولي الشامل بجنيف. إذا هناك طبعا حركية وديناميكية ببلادنا تفتح آفاق توسع هامش الحريات. هذا لا يعني أننا ليس لنا مشاكل، أنه ليس هناك تجاوزات، قد تكون هذه التجاوزات، الأساسي أن لا تكون ممنهجة. سيد الأمين العام، هنالك منظمات حقوقية غير حكومية مغربية تنتقد الدولة المغربية بأن هنالك انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، هنالك تعذيب، هنالك معتقلات سرية، هنالك لافتات يتم رفعها في الاحتجاجات السلمية في الشارع المغربي. هل هذه الأمور حقيقية أم أن الأمر يتعلق فقط بمزايدات على مؤسستكم الحقوقية الرسمية؟ بشكل من الجزم لا يوجد أي معتقل سري في بلادنا اليوم، ولم يسبق لأي منظمة حقوقية أو مدنية في بلادنا منذ مارس الماضي أن أعلنت أنها تلقت خبر أو تأكدت من اختطاف شخص ما. هذا أمر أصبح محسوما فيه.
طبعا هناك طبعا عدد من انتقادات، وهذا شيء طبيعي جدا. نحن طبعا البلد وصل إلى مرحلة القطع مع ماضي انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحينما أتحدث عن انتهاكات الجسيمة فهي انتهاكات مركبة وخطيرة للغاية، وتخلف طبعا عاهات ومخلفات نفسية وبدنية خطيرة، مثل اختفاء القصري، الاعتقال التأسفي طويل الأمد، التعذيب المفضي إلى عها أو إلى الموت. هذه ظواهر طبعا يتبين من خلال كل المؤشرات على أنها انقرضت في بلادنا. هذا لا يعني أنه قد تكون هناك تجاوزات، قد تكون هناك انتهاكات، وطبيعي أن تكون، وإلا ما العبرة من وجود المجلس الوطني لحقوق الإنسان. سيد الأمين العام، أنتم معتقل سياسي سابق وترأستم ما تسمى في المغرب بنقابة ضحايا سنوات الجمر والرصاص والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. هل يمكن نعتبر اليوم المغرب بلد عربي ممنع ضد أي جيل آخر من الانتهاكات لحقوق الإنسان أو الاختفاء القسري؟ هل اكتملت آليات مكون هذه المناعة أم أن الشغل لا يزال قائما عليها؟ هناك طبعا ممانعة دستورية من خلال طبعا نص على الحق في الحياة، الحق في حرية التعبير، الحق طبعا في الاحتجاج، الحق في تقديم العرائض، ثم هناك دستور يجرم عدد من انتهاكات الخطيرة مثل التعذيب، مثل الاختفاء القسري، مثل الاعتقال التأسفي، جرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد الإنسانية، وهذا طبعا تطور غير مسبوق في وثيقة دستورية من هذا النوع. ثم طبعا هناك طبعا القوانين أخرى تضمن الحريات والحقوق. قد تكون هناك نصوص جيدة، لكن قد يكون هناك نوع من التعارض أو عدم التناسب ما بين النصوص وما بين الواقع. نحن من جهتنا نبذل جهدا كبيرا من أجل القضاء على هذه الفجوة. القضاء على هذه الفجوة يتطلب نوعا من الوقت. مرحبا بكم ثانية مشاهدينا الكرام من العاصمة المغربية الرباط في هذا الجزء الثاني من هذه المقابلة مع معالي الأستاذ محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب. سيد الأمين العام، هناك أخبار تحدثت عن خبراء مغاربة توجهوا إلى بلدان مغاربية عرفت تغييرا في الأنظمة. نريد أن نعرف حقيقة المهمة التي قمتم بها في هذه البلدان التي عرفت تغييرا جذريا في الأنظمة الحاكمة فيها. التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية هي تجربة أولا غير مسبوقة وفريدة في العالم العربي والإسلامي، وهي تجربة مميزة طبعا أتت في سياق خاص. النتائج العامة مرضية، خاصة في الجانب المتعلق بضمانات وتدابير عدم التكرار. بعد الربيع العربي وقبل الربيع العربي كان هناك نوع من التعطش لمعرفة هذه التجربة بآلياتها وبتعقيداتها، وفعلا تلقينا عددا من العروض من بلدان عربية شقيقة من أجل الاستفادة من التجربة المغربية، خاصة في تونس وفي ليبيا وفي مصر. وطبعا كان هناك تعاون مع هذه الأقطار من خلال خبراء مغاربة. هل هذا التعاون لا يزال مستمرا؟ وهل من علامات أولى لبواكر هذه التجارب؟ وهل نتوقع نفس التجربة المغربية مثلا في مصر التي هي مقبلة على انتخابات رئاسية وعلى مرحلة جديدة؟ كان هناك نوع من مساعدة الأشقاء، وتعلمون على أنه حينما نتحدث عن تجارب العدالة الانتقالية هي تجارب غير متماثلة، كل تجربة لها سياق خاص وفق طبعا العوامل السياسية والتاريخية لكل منطقة ولطبيعة الفرقاء طبعا السياسيين ولطبيعة الفرقاء المتصارعين أيضا. فطبعا هناك الآن نوع من التجربة الفلسطينية من خلال هيئة الوفاق الفلسطيني، والتي استقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أعضائها القياديين من أجل التعرف عن كتاب عن التجربة المغربية، بما في ذلك الاطلاع على الأرشيف والاطلاع على عمل المصالح الإدارية الموجودة لدينا. وكان هناك استحسان طبعا من هيئة الوفاق الفلسطيني التي تحضر لتشكيل مرحلة جديدة في فلسطين، تتوخى طبعا الوفاق الفلسطيني والمصارحة ما بين الفرقاء الفلسطينيين، خاصة في قضايا الاقتتال الداخلي. في مصر طبعا هناك حركة حقوقية ومدنية نشيطة ووزنة، ولها علاقات سابقة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الاستشاري في طبعته السابقة. وهذه العلاقات مكنت طبعا الجانبين
من تيسير وتسهيل طبعا النقاش الدائر الآن في مصر أو النقاش الدائر طبعا في تونس، علما أن تونس أيضا كانت لها حركة حقوقية وزنة، الرابطة التونسية تعد من أقدم الهيئات الحقوقية في الوطن العربي. طيب بالعودة إلى الشأن الداخلي المغربي سيد الأمين العام، إذا سمحتم، هنالك انتقادات توجه لهذه المؤسسة بأنها لم تؤجرئ ولم تنفذ ولم تنزل بعد ما يسمى في المغرب بتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، السلطات المغربية لم تقدم بعد أي اعتذار عن ما جرى من قبل، كيف تردون على هذه الانتقادات؟ هناك الآن ما يربو عن 18,000 من الذين استفادوا من تعويضات مادية جبرا لأضرارهم الفردية. هناك طبعا قضايا الإدماج الاجتماعي الذي استفاد منها عدد كبير، ولا زال عدد آخر في طور الاستفادة ممن أدمجوا يتجاوز العدد 1400 شخص. إذن هناك مجهود طبعا على مستوى تفعيل التوصيات. حينما نقول متابعة تنفيذ التوصيات، نحن طبعا نتقدم بتوصياتنا إلى الحكومة وإلى الجهات المهنية وهي المعنية بالتنفيذ، نحن نتابع فقط، لأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو مؤسسة طبعا وسيطة، مؤسسة عمومية، مؤسسة رسمية، إلا أنها مستقلة سواء عن السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية أو المجتمع المدني. سيد الأمين العام، يلتمس منكم الكثير من تنسيقيات العاطلين عن العمل في المغرب والتدخل من أجل ما يسمونه رفع الحيف الممارس ضدهم بالحصول على وظائف حكومية، هل من دور لكم في هذا الملف، خاصة أن لكم تصريح في إحدى وسائل الإعلام طالبتم فيها الحكومة بالالتزام بتوظيف هؤلاء الشباب؟ كانت هناك بعض الاعتصامات، بعض الاحتجاجات، بعضها تجاوز القواعد المعروفة حتى في البلدان الديمقراطية في مجال الاحتجاج وفي مجال الاعتصامات، بمعنى كانت هناك احتلال مباني عمومية، وبالتالي المجلس انطلاقا من الظاهر المحدث له يتدخل بشكل استباقي خاصة في حالة التوتر والاحتقان درءا لأي انتهاك. وفي هذا الإطار طبعا تم تسوية عدد من 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 إشكالات من هذا النوع. نحن طبعا كما يعلم الجميع على أن التوظيف المباشر غير موجود في أي بلد من بلدان العالم، وبالتالي التوظيف يتم عن طريق المبارة. لماذا؟ لأن التوظيف المباشر فيه مساس أولا بالمساواة، فيه مساس بتكافؤ الفرص، وطبعا الدولة في عالمنا اليوم لم تصبح هي المصدر الوحيد للتشغيل. الحكومة المغربية ملزمة بالتفاعل مع هذا المحضر وإيجاد فرص شغل لكل هؤلاء الذين هم معنيون بهذا المحضر الموقع، استنادا لأن المرفق العمومي هو مرفق مستمر، وكل التزامات الحكومة السابقة هي طبعا التزامات تلزم الحكومة الحالية. سيد الأمين العام، قضيتم سنة وبضع أسابيع في منصبكم الحالي وأنتم قادمون من خلفية المحامي والناشط السياسي، هل هنالك نوع من الرضا أو نوع من الارتياح للحصيلة المنجزة لحدود الساعة، خاصة وأن تعيينكم جاء مع الربيع المغربي الناعم وفي مناخ عربي يعرف ما سمي بالربيع العربي؟ أولا سنة وبضعة أسابيع قدم فيها الكثير وأنجزت فيها تقارير ونظمنا عددا من الندوات وساهمنا في تنزيل الدستور الجديد وتابعنا توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وقدمنا بعض الآراء الاستشارية في بعض مشاريع القوانين وعقدنا اجتماعات مع كل الفرق النيابية من أجل حثهم طبعا على التعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل مقترحات القوانين التي تهم طبعا مجالات حقوق الإنسان. إذن كان هناك عمل مكتف علما على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأعضائه لم يتم تعيينه إلا بعد 6 أشهر تقريبا من تعيين السيد الرئيس والسيد الأمين العام. طبعا وكان هناك طبعا استفتاء الدستور الذي قام المجلس بملاحظة هذه العملية الانتخابية وقام بتأطير عدد من الملاحظين سواء الوطنيين أو الأجانب. ثم جاءت الانتخابات التشريعية طبعا قمنا بنفس العمل وقدمنا تقريرين حول الاستشارتين سواء في الدستور أو في انتخابات تشريعية. ثم طبعا جاءت حكومة، قبل مجيء حكومة جديدة كانت حكومة تصرف أعمال، بمعنى أنه عشنا بعض البياضات، ورغم ذلك يمكن القول وهذا طبعا رأيي الشخصي واعتقادي الشخصي على أن التجربة إلى حد الآن تجربة مميزة وأن المنتوج جيد وأن المردودية وزينة. سيد الأمين العام، الربيع المغربي الناعم حمد الإسلاميين إلى السلطة، وهذا التغيير يعتبر المراقبون هو نوع من التناوب الثاني منذ وصول العاهد المغربي محمد السادس إلى السلطة،
هل المغرب في نظركم من الزاوية الحقوقية يبني درجات في الانتقال الديمقراطي صوب ديمقراطية غير مسبوقة في العالم العربي؟ طبعا هناك نوع من التدرج ونوع من انفتاح ونوع طبعا من إرساء مقاربة الشاركية، لأنه مثلا المجلس الوطني الحقوقي صار يعتبر الهيئات المجتمع المدني حليف استراتيجي، وبالتالي نعتقد على أن النجاح في هذه المهمة يقتضي منا تعزيز أواصر التعاون والتفاعل مع هيئات المجتمع المدني وأيضا مع السلطات العمومية ومع القطاعات الحكومية المعنية بقضايا حقوق الإنسان وفي مقدمتهم المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان. وبالتالي نحن طبعا لنا تقاليد في الاحتجاج، نحن لسنا مصر التي عاشت 35 سنة تقريبا من قانون الطوارئ، ونحن لسنا بتونس التي يمكن اعتبارها جمهورية الصمت في ظل الحكم بن علي، ونحن أيضا لسنا بليبيا لأنه النظام الليبي لا يمكن تصنيفه من ناحية الدستورية هل هو ملكية أو جمهورية أو فيدرالية. وبالتالي نحن لنا تقاليد أولا في الاحتجاج منذ ما يزيد عن 15 سنة، وبالتالي كان هناك نوع من التملك لوسائل التعبير لوسائل الاحتجاج من طرف طبعا الشعب المغربي بكافة مكوناته، وهذا ما جعل أننا لم نعيش الانفلاتات الأمنية التي خلفت الضحايا كما وقع في بلدان أخرى، ونظرا لكون طبعا أن المغرب استبق بقية بلدان العالم العربي في الانضمام إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. سيد الأمين العام، شكرا لكم على قبول دعوة قناة العربية وعلى إجاباتكم على مختلف أسئلتنا. شكرا على الاستضافة. بهذا نكون مشاهدينا الكرام قد وصلنا إلى ختام هذه المقابلة من العاصمة المغربية الرباط مع معالي الأستاذ محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المؤسسة المستقلة للنهوض بحقوق الإنسان في المغرب. إلى اللقاء في مقابلة أخرى من العاصمة المغربية الرباط، وفي أمان الله.